اهلا بكم متابعو التلفزيون السوري على السوشيال ميديا. انا محمد نور، نحن الان في بلده كفر نوران بريف حلب الغربي. كما تشاهدون غاره جويه روسيه استهدفت هذا المكان، مما احدث دمار كبير نتيجه هذه الغاره الجويه. كما تشاهدون فرق الانقاذ والدفاع المدني يقوم باطفاء الحريق الناجم عن الغاره الجويه الروسيه، وايضا لا احد يعلم حتى الان، لا نعلم ما هي الاضرار، كم عدد الشهداء، ربما هنالك شهداء ومصابين ايضا عالقين تحت النطاق. فرق الدفاع المدني تواصل عملها في اطفاء الحريق، وايضا الكوادر الانقاذ دخلت داخل المنزل بحثا عن ناجين او ربما شهداء ومصابين تحت الانقاذ. يا شباب صبر الجمال العثماني الذي فقط كما تشاهد غارات، هذا الغارات احدثت دمار كبير واحتراق في وقود التدفئه براميل المنصور. يا شباب ايضا يوجد غاره اخرى في الجهه المقابله من بلده كفر نوران، وكما نسمع الان الطائرات الحربيه اقلعت من حميميم، من مطار حميميم، وتحذر فرق الانقاذ من معاوده استهداف ذات المكان. كما نشاهد الان لقنا منا منا تم انتشال جثة محروقة. تم انتشال جثة متفحمة نتيجة الغارة. الآن الصورة لكم أبلغ من أي تعبير في هذه اللحظة. الآن الطائرات الحربية توجهت إلى ذات المكان، ومن المفترض إخلاء المكان فورا.